ما شاء الله، انتي والجنين صحتكن كتير منيحة، دايرة بالك على حالك منيح. هالشي بفضل امي، دايرة بالي علي ومدللتني، ما بتخليني اشتغل بنوب. يخلي لك ياها. الحقيقة انا دكتورتي باسطنبول، بس لما اجيت لهون امي اصرت الا واجي واتعاين، حطتني بعيونها وما عم تخليني ساعدها ولا حتى بمسح الغبرة. الله يخلي لك والدتك ويطول بعمرها. فيكي تروحي. شكرا كثير. العفو ولو. على الاغلب انا رح اولد عندك. امي حبيبتي، الولد صحته كثير منيحه وانا ما فيني شيء، هيك قالت لي الدكتوره وطمنتني. ايه نشكر الله يا بنتي. يلا بنتي خلينا نمشي، عنا شغل كتير ودوبنا نلحق. امي انا واثقه ما رح يجي. انت شو عملت بعلي حتى تمنعه من الجاية؟ اهدي شوي ملك. لك قلت لك ما بعرف شي عنه، بعدين بركي علي غير رأيه مثلا. اسمعها الحكي. اهدي امي، عن جد بركي علي غير رأيه وما رضي يطلقني. علي مو معقول يساوي فيكي هيك حبيبتي. امي انت اخر واحدة حكيتي مع علي، قال لك انه هو ما رح يجي؟ بنوب أصلاً ما حكينا بهالموضوع أبداً. علي كيرمان، زهرة كيرمان. فليتفضل المتقدمين إلى محكمتنا بدعوى الطلاق، السيد علي كيرمان والسيدة زهرة كيرمان. علي كيرمان لسه ما وصل حضرة القاضي. إذا كان أحد الطرفين بهالقضية مانو موجود، أنا مجبور أجل الجلسة. سيادة القاضي لو سمحت، هالزواج أصلاً زواج مبادل انجبروا عليه الأولاد، وهلأ خاطفين علي وحابسينه كمان مشان ما يجي يطلق بنتي زهرة، لأنه قبل بمرة كمان عملوها. مو صحيح سيادة القاضي، هذا افتراء، أنا ما شفته لعلي وما بعرف وينه هلأ. الله يخليك، بترجاكي أمي لا تتركيني، أنا خايفة يكون علي بطل. معقول غير رأيه ما بده يطلقني؟ لا تخليني أرجع القصر ببوس إيديك. إن شاء الله. يا ريت تسمعني شوي. علي موقع على طلب الطلاق، هو كمان بده هالطلاق يتم والمحامي شاهد. ما بتقدر تحكم بالقضية من غير ما يجي علي. كلام ملك خانم مزبوط، علي بيكون أخي الصغير، ومبارح حكيت أنا وياه، قال لي إنه بده الطلاق يتم. إن شاء الله خير. سيادة القاضي، بما أنه علي ما حضر شكله تراجع عن الطلاق، لأنه هو رح يصير أب عن قريب.
أكيد ما رح أبقى قاعد عم بتفرج على المناقشات اللي عم بتصير بيناتكن. بما أنه علي كيرمان ما أجي على المحكمة فالمفروض أني أجل الجلسة لغير يوم. لا تخيلك، أمي لا تتركيهم ياخذوني. بترجاكي احكي معه. سيادة القاضي أرجوك ما تأجلي، بنتي ما فيها ترجع هداك القصر لأنهم كتير عم يعذبوها. عزت الله يخليك تساوي شيء، ما تخلي أجل الجلسة. الطرف الآخر علي كيرمان لم يحضر على الرغم من تبليغه بموعد جلسة المحكمة اليوم. سيادة القاضي، علي وصل. فينا نكمل الجلسة سيادة القاضي؟ الطلب الذي تقدمتما به إلى محكمتنا قمتم بالذكر أنكما متفقان على الطلاق بالتراضي. زهرة كيرمان، هل فعلا ترغبين بالطلاق من المدعو علي كيرمان بصفته زوجك منذ سنة تقريبا دون الضغط من أي جهة؟ فهل أنت موافقة؟ أي سيدي، أنا موافقة. سيد علي، الزواج رابط عائلي مقدس ويجب على الزوجين الحفاظ عليه والسعي من أجل استمراره. سيد علي، هل أنت متأكد من رغبتك بإنهاء زواجك ومن دون الضغط عليك من أي جهة؟ اتركني بقى، اتركني. بدي أعرف مين اللي قتل، لأني لازم يطلب بإيدي دم أخي. ما لازم أروح. شو كنت رح تعمل؟ كنت رح تنظف السكين وتخفيها؟ شو رح يتغير؟ أخو فاروق اليوم يجي لعندي لحتى خبره باسم القاتل. بكلمة مني رح يقتلوك علي. حياتك معلقة بكلمة مني. أنت بدون قصد قتلته مو بإرادتك. أكيد ما كان بدك يصير هيك. علي، موتي أسهل من إني أشوفك بالحبس يا علي. وما فيني أخسرك أنت مثل ما خسرت. علي كيرمان، رح أسألك لآخر مرة، هل ترغب فعلاً بأن تطلق زوجتك زهرة كيرمان؟ لا. لا يا سيادة القاضي، ما بدي طلع ابنه. بصراحة أنا بحبها لزوجتي. وبعد كم شهر رح يجينا طفل. ما فيني أحرم هالطفل من أمه. لهيك ما بدي اطلقها. علي عزت ابن
يا عزت، لا تضغط عليه، اتركه. علي، ليش قلت للقاضي انه ما بدك تطلق؟ مو قلت لك امي؟ معناها بالاخير علي افندي حط عقله براسه، مو قال لك عدنان انه رح يحل هالموضوع؟ عدنان طلع قد وقدود، قال لي انت لا تشغلي بالي، تركي لي علي وانا رح اعرف كيف اتفاهم انا وياه، وبالاخر قدر يوفي بوعده. كل يوم عدنان عم يأكد لي أنه القرار اللي أخذته كان صحيح وبمحله. فاطمة عملي لنا خروف محشي على العشاء. عدنان آغا بيحب هالأكلة، لتنجمع كل هالعيلة وننبسط بلقمة طيبة مع بعضنا. عزت، من امبارح لليوم شو اللي تغير؟ عدنان هددك بشي؟ عزت اتركه لأخوك. ما بتركه ليحكي، لازم هلا يقلي ليش رفض يطلقها لزهرة. شو اللي صار علي؟ عزت، أنا وزهرة رح يجينا ولد. عزت لا تضرب أخوك، برضاي عليك اهدى، بصير تكسر بخاطر أخوك كرمال ناس غربة. لا أمي، مانن غربة، ملك رح تصير مرتي قريبا. وزهرة رح تصير مثل بنتي. لا تحلم انك تاخذها. زهرة تعي يلا لشوف على بيت جوزك. عدنان الله يوفقك، لا تاخذها هلا، خليها معي شوي. عدنان الله يوفقك. عدنان ملك بكفي بقى، زهرة مرت علي وكنة القصر، عنادك ما رح يفيدك ابدا. امي خلاص تركيني. ظاهر إنه قد ما حاولنا وتعبنا هاد قدرنا، والقدر مستحيل يتغير. düşlerimi töre çaldı gençliğimde gözüm kaldı içimdeki ince sızı. زهرة مع حال. تعرفي شو أصعب شيء؟ إنه هي كل مرة بتتأمل وبترجع بتخسر. من سابع المستحيلات الطالعية من القصر. لا أنا ما رح أترك لكم إياها. زهرة يلا بنتي انزلي من السيارة فورا، ارجعي لعندي. زهرة
رح لاقي طريقة تانية لخلصك. رح طالعك من هداك القصر، ما رح اتركك هنيك يا عمري، رح اخذك لعندي، بوعدك اني رح طالعك من هنيك. انت سويت عين العقل يا روحي. انا كتير بحبك، بوعدك اني ما رح اتركك هنيك، رح اخذك يا عمري. يلا امشي. زهرة، زهرة. ستي لورين، رجعوا كلهم على القصر. يا أهلا وسهلا بالآغا، جمعت عائلتنا ورجعت الكل على القصر. وإنتي نورتي بيتك يا زمرد. الله يطول بعمرك ويخليكي. وإنتي كنتنا فهمتي منيح هلأ أنه ما إلك طلعة أبدا من هالقصر؟ كثير عجبتني يا علي تصرفك بالمحكمة اليوم، فرحني لهيك سامحتك. شكرا ستي. تعالي ملك، عادي ارتاحي هون. طلعنا خسرانين، ما قدرنا نخلص بنتي، هني كمان كسبوا هالمرة. صدقيني رح نخلصها، زهرة ما رح تبقى بهداك القصر. عزت نحن ما عاد طالع بإيدنا شي، هي سقطت الدعوة والكل صاروا بيعرفوا إنه زهرة حامل. خسرت الحرب مع عائلة كيرمان. أنا قررت نخطف زهرة وبعدين نحن الثلاثة ممكن نبلش حياة جديدة برات البلد. أنا فكرت بهالخطة منيح، بكرة رح بيع قسم من أسهمي بالشركة، أكيد رح نحتاج شوية مصاري. إيه طيب، بس المشكلة شلون بدنا نطالع زهرة من القصر؟ مو نحن رح نطالعها، رح نستأجر جماعة مشان هالمهمة، ونفس الجماعة رح يدبرونا الهويات والباسبورات كلها ورح يطلعونا لبرات البلد. إيه فهمت عليك، بس هالشغلة مانا سهلة، إذا عرفوا إنهم رح يواجهوا عدنان رح يخافوا تخرب الخطة. لا لا تخافي، إذا بدفعنوا المبلغ اللي بيطلبوه مني الجماعة رح ينفذوا كل اللي بدنا إياه. ملك أنت لا تشغلي بالك، بوعدك إنه رح ننجح هالمرة وكل شي رح يمشي مثل ما خططنا. اتفقنا؟
يا أهلي ويا ناس الكرام، أنتوا إخواني إخواتي رفقاتي أهلي. من اليوم ورايح رح نظم حفلات سمر وسهر بهرمالي، رح جيب لكم من اسطنبول مطربين مشهورين كتير كرمال عيونكم. هاي أهل هرمالي شو ناقصهم؟ حن أهالي اسطنبول وأنقرة وأزمير وباقي المناطق التانية، رح جيب لكم إبراهيم تاتلس يعمل حفلة. رح جيب لكم شيكولي يرقص ويغني وجيب لكم معه نهاد دوغار ونسهر للصبح. شوفوا على الاختراع. رح جيب لكم كل مطربين ورقصات البلد. انتوا بس صبروا وانا بسمع وبنفس لكل طفل اعلان تلوين ودفتر رسم كمان. طبعا يا اهلي وناسي من اليوم ورايح لوازم اولادنا وطلاب بلدنا رئيس البلديه هو رح يامنها كلها، يعني قصدي انا رح جيب لكم كل شيء وما رح ابخل حدا. برافو ابن العم، برافو رئيس البلدية، برافو ابن العم. نرفع راسنا فيك. رح نحمل كل الاحتياجات تبع اولادكم، رح درس كل الطلاب يا جماعة. لك يا جماعة تعالوا عندي خذوا مصاري، تعوا تعوا. برافو رئيس البلدية، برافو. انت منين طلعت لي هلا؟ من السيارة. يطلع بالعك انت وياها. امانة ما حدا بيروح قاعدين. لما هاد مع جدو والاولاد مع اهله والاخ مع اخوه والبنت بالمدرسة وزواج المبادلة بسم الله. شو صاير بهالغرفة؟ زهرة؟ أنت منيحة؟ آخ يا بنتي على حظك آخ. لا تبكي يا روحي أنت، لا تبكي يا قلبي، الله يصبرك. ملاك زينب، أهلا وسهلا. أهلا فيك يا روحي. شفت عزت بطريقي لهون، خبرني إنه علي غير رأيه وما طلق. أي مزبوط. والله أنا قلبي معكم، يا ريت يطلع بإيدي ساعدكم بشي. أنتي منيحة؟ أي زينب، نحن بدنا نروح. أنا وزهرة وعزت نوينا نهرب من هون. كيف؟ خير إن شاء الله عزت. جبت لنا تبليغ جديد؟ قل لي عكم محكمة بتكون تقدمه لسه؟ أنت اللي لعبت بعقل علي، بعرف هالشي، بس ما رح توصل للي بدك إياه. والله أنا كان بودي إني أطلب كاسة شاي مع هالحديث الظريف، بس أنا لازم أشتغل، ماني راكد ورا قصص فاضية مثلكن. ومعلومك دير بالي على الشركة مشان تستمر. معناتها خليني خفف الحمل عنك شوي يا عدنان. آغا أنا رح أسحب كل أسهمي من الشركة، ما في شراكة بعد اليوم، قررت أفتح شغل لحالي. مو مشكلة طبعاً، هذا من حقك، بس يعني ما في مبلغ كاش متوفر ونحن عم نستنى الزباين ليسددوا. عدنان بعرف أكتر منك شو عم بيفوت وشو عم يطلع على الشركة وبأي تاريخ كمان. يا ما نخلص الأمور بالحسنى. لشو هالحكي؟ أنت فهمتني غلط عزت، نحن عملنا اتفاقيات جديدة، النظام تغير بغيابك. حالياً رح أعطيك كل شي مصاري بالخزنة والباقي مندبره خلال النهار. لا تشغل بالك، ما رح ناكل لك حقك. تفضل اشرب كاسة شاي بالليمون. يسلموا ايديك. ايه لما قالوا لي انه ابن عمك رشيد مترشح لمنصب رئيس البلديه، لو تشوف قديش نفشت ريشي وحسيت حالي رح طير، وكان جاي على بالي صرخ بعلو صوتي مثل ديك الحبش. تعرف وقتها شو قلت لحالي؟ قلت يا ولد احمل حالك وخذ خبرتك يلي جمعتها شوي شوي من تجاربك بالحياه مع البشر وقدم له اياها لابن عمك.
ضحكتني مو مشتهي اضحك. ولك انت شو لك تجربه بهالحياه لك يا حلمي؟ قلي لشوف، انت لحد يوم امبارح ما كنت تطلع تسوق الطرش بالضيعه؟ وانت ليش لهلا واقف عند هي الفكره؟ هذا كله اسمه اداره عامه وتسهيل امور. المهم بالموضوع هو قدرتك انك تجمع كل العالم بمكان واحد وبدون جهد. اسمع مني شو بدي اقول. من الأساس حملتك الانتخابية كلها غلط بغلط يا ابن العم. أنت لازمك تطلع مقنعة وجذابة أكتر من هيك لتقنع الناس. كيف يعني؟ شو قلت لي اسمها؟ اسمها طلي جذابة. أنا رح أقلك كيف. أول شيء رئيس البلدية ما بيلبس طقم بهالألوان هاي. قوم لقلك، قوم وقف. اسمع، لون الجرافي مو ماشي ابدا مع لون الجاكيت، لانه هذا اللون بيظهرك ضعيف وانت واقف عم تخطب. انت لازم طلتك تحفر شخصيتك بعقول الكل، تخلي الخلق كلهم يوثقوا فيك ويعرفوا انك شخص قوي ومتين. بدك لون معبر. ها هو اللون الاورنجي. اورنجي لك حلمي؟ ايه، ما في انسب منه. اسمعني هلا يا ابن العم، نحن رح نكون فريق واحد. انا رح كون دماغ هالفريق هاد وانت اللاعب المخضرم على ارض الملعب. أنا عندي منظوري الخاص وأنت عندك وقفتك وهيبتك كمان. نحن رح نكون فريق غير شكل. بعدين أنت نسيب عيلة كيرمان على سن ورمح، ولما زهرة بتولد وتجيب لهم الولد ما رح يكون في مخلوق بالدنيا بيقدر يكسرنا ويقرب صوبنا. ليش أختي زهرة حامل؟ شو بدي قلك؟ والله ما بعرف. لما الجهة التانية بتكون عيلة كيرمان فأكيد ما فيكي إلا ما تقلقي، وبالأخص لما بيكون عدنان واقف ضدك. إيه عندك حق ومزبوط كل يلي قلتي، بس نحنا ما ضل عنا حل تاني. عملت كل شي وما قدرت طالع زهرة من هداك القصر، وما قدرت خلص بنتي منه. عن قريب رح يبلش بطن زهرة يبين منيح. لو شو ما كان التمن، أنا ما فيني اسمح لزهرة تجيب هداك الولد وهي عايشة مع هديك العيلة. هاي مثل ما اتفقنا، رح حول باقي المبلغ على حسابك بالبنك. الأوراق موضوعة سهل، أنا بخلصها لحالي. تمام. هارون، الحق لي يا عداسة، فهم لشو عم يخطط. تأمر يا أغا. اشتقتلك. ايه بعرف، وانا اشتقتلك. شلون مدرستك يا روحي؟ هاتي ورجيني دفاترك. تركت دفاتري بالبيت مشان جيب لك هدول الاغراض والشنطة. قديمين شوي بس بينلعب فيهم. ما عاد فيني العب بهدول الالعاب يا رفيف. ايه لا تزعلي اختي، ابنك بيلعب فيهم بس يخلق. بدي تجهز لي هويات وباسبورات للاسماء اللي عطيتك اياها. هاي هي البنت اللي رح تنخطف من قصر كرمان؟ ايه هي،
اسمها زهرة، راح تكون ناطرتكن هنيك، بتطلعوها وبتجيبوها على المكان اللي بقلكن عليه، بس الهويات والباسبورات بدي اياهن قبل ما تطلعوها. انت ما بتحبي بيجي وبضل عند البيبي؟ بعرف خليه يتدسى بعد الرضاعة، بتحطيه على كتفك وبتطبطبي بإيدك عليه. إذا عذبك وما رضي ينام هيك بتسطحيه على إجريكي وبتهزيه حتى ينام. رفيف أماني خلاص. وبعدين قبل ما ينام بقرأ له قصة ولا قلك؟ أنا قرايتي بطيئة، الأحسن أنت تقري له مثل ما كنتي تحكي لي رح تحكي له إله كمان. الهويات والباسبورات بكره بيكونوا بايديكم، من هلا فينك تحجز تذاكر للبلد اللي رايحين عليه. هذا نص المبلغ، والنص الثاني رح تقبضوه بعد ما تصير زهرة عنا. هالشي كان لازم يصير من الأول، حتى لو ما صارت معك هديك القصة كمان كان لازم تساوي هيك. عن قريب كل شي رح يتغير وبتشوف بعينك، رح تقوم لأيامي بالقصر وما رح تهدى. عقلك رجع لراسك ورجعت تفكر، واللي عملته كتير عجبني. قرارك أنه ما تطلق زهرة ما كان حماية إلك بس، ولا حماية لمرتك وابنك الجاي وبس. أنت بهالقرار حميت عاداتنا وتقاليدنا يا ابني. اعتباراً من بكرة الصبح نزل مع عدنان على الشغل، دير بالك على الخان وعلى أرزاقنا، اطلع حصل مصاري من الناس، بلش رسوم طريق لحياتك الجاي. رح يصير عندك عيلة ولازم تأمن لهم مستقبل لعائلتك ولابنك الجاي على الطريق. انت الريس تبع هالعيلة، وانت يا علي اذا كان بدك ولا ما كان بدك زهرة مرتك على سنة الله ورسوله، وشيل فكرة هالطلاق هاي من راسك بقى، وانتبه لشغلك وأمن مستقبلك. ليش عملت فيني هيك علي؟ ليش هيك سويت معي؟ الزمي حدك زهرة. انت مو قلت لي اطمني يا زهرة؟ مو قلت لي انا رح طلقك ورح خلصك من هالحياة اللي عايشتيها؟ ليش زرعت فيني أمل لشي مستحيل يصير؟ ليش خليتني أتأمل وصدقك؟ لك أنت ما عندك لا رحمة ولا شفقة، ما شفقت علي أبداً. الهوية والباسبور تبع زهرة بكرة الصبح رح يكونوا معنا، وأنا اليوم رح أحجز التذاكر. تمام. طيب بس الجماعة كيف رح يطالعوا زهرة من القصر والحراس 24 ساعة مراقبينه؟ أنا شرحت لهم كل شيء للجماعة وقلت لهم بأي غرفة بتكون وين بيلاقوها ومخطط القصر معهم، وبكرة المساء رح يجيبونا زهرة على المكان اللي حددناه، وساعتها بنطلع بوشنا على المطار. عائلة كيرمان رح يلاحقوكن دغري، أنتوا رح تمشوا بطريق صعب كتير وما منه رجعة وفي خطورة. ما في عنا حل غيره. بالمناسبة نحن لازم نخبر زهرة كمان مشان نجهز حالة وتصعد للطلعة، كيف بدنا نساوي هالشي؟ ايه ملك مزبوط.
واللي بده يخبرها ما لازم يلفت الانتباه. قول أي شيء علي، أنت مو وعدني إنه رح تخلصني، مو قلت لي رح تطلقي ورح تخلصي من هالحياة الصعبة؟ سونا لو كانت بتعرف إنه هي حقيقتك ما كانت رح تحبك، صدقني. انت ما بتفرق شي عن عبد المجيد يا علي، يا ريتك لو انت اللي متت بدال سونا، يا ريتك لو انت اللي رحت. قول لشوف عزت آغا طلع من هون وراح لعن جماعة، والظرف اللي عطيته يا سلموني ما قدرت اسمع منيح شو قالوا لأني ما قدرت أقرب منهم، بس حكى أنهم راح يهربوا. ناويين يهربوا أكيد. لا ترائب عزت، ملك أهم منه. مفهوم آغا. تحرك. طول ما عزت موجود ملك ما رح تتجوزني، لهيك رح نقطع تذكرة ذهاب لعزت. شو الموضوع؟ بشو بدنا نحكي؟ شش، وطي صوتك، عود لشوف. هارون بلش يشك انه الموضوع فيه انه، لانه اجى اليوم وبلش يسألني عنك. طيب شو سألك عني؟ برأيك شو اللي خلاه يشك فيني؟ لك انا شو بيعرفني؟ راح اليوم واشترى سلاح. قلت له خير لشو سلاح؟ ما جاوبني حتى. وهارون مو غريب، يوميا بيفوت وبيطلع على القصر 100 مرة، والحقيقة خايف يساوي لك شي. طيب قلي هلأ شو بدنا نعمل؟ برأيي انك تختفي شوي هالفترة، لأنه إذا عرف الحقيقة حتى أنا ما بقدر ساعدك. والله أحسن شي بيت الجبل تبعنا، رح روح واقعد هنيك وبقول لها لستي ضايق خلقي وحابب غير جو كم يوم، وبهالطريقه بختفي على العيون. شو رايك يا اخ؟ اسمع وفهم، هارون شعل بقلبه نار الانتقام ومجننته، اول ما يكشف القصه رح يدق بخوانيك. بكره بعتين بضاعه على العراق، اول ما تتحمل البضاعه رح تتحرك السيارات. روحوا قول لستك لورين انه بدك تكون مسؤول عن هاي النقلة، وهارون دوبارو عندي. ايه شو رأيك؟ انا معك طبعا، رح اعمل مثل ما قلت. ماشي. Yeah.